شلونك ابو نصر؟ اهلا، شلونك اخي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. اخبارك الله يوفقك. يا هلا ويت هلا، الله اليوم يوفقك. جوله ليليه ويا منير وكاظم، حياك الله استاذ جاي بيكم هلا الله يسلمك. الله وسوي لنا وجبه زينه وسوالف زينه. اي والله ابو عباس، سؤال رحمه لامك. ايه عاد كل شيء اتفقت بيه، قدرت تعالج الباق؟ الباق الباق هاي شغلته تعبانه. الباق كارثه يجلس، بس تدري هل صار ثلاث ايام زين الجو يعني؟ لا ابو احمد هلا ياب، الجو صار ثلاث ايام زين نعمه، حتى بق قليل. باك اجي قطان طلب احمد هلا بي. ابي فلاش اماني؟ اي عشت ايدك. بي فلاش اماني ولا لا؟ ما ابي، ما يصير بي فلاش اماني. هذا بي مات وبالك. والله لا مو خليه صار ملور. لو ما ملور بس مو عشان اخذ لك اياه. لا والله ليش عندنا هو، لكن هالمقسوم هذا ماكو. وهذا المقسوم يعني، لكن هالمقسوم طويل دنك ايش لكن المقسوم وش راح يسوون له؟ وش لا بالعزيزين هسه ابو هسه اليوم هذا الترتيبات ابو الجمال. هاي وصلة شنو؟ هاي وصلة 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 اقول لك هاي شو؟ هاي وصلة شنو؟ شوفها مبينة حمراء هيك سحر مسوين. شوف ابو سحورة هاي الهل البيضات هاي، لكن هل اللي شريت جماعه جايين ابو الحطاب. ابو احمد قواك الله حيلك يا حبيبي. قواك الله وحيلك. شفت الحطب؟ عمله يجيك الجني. ابو احمد احنا نكيف يجينا جني. اقول لك ابو احمد صدقني. ابو احمد ها شنو رايك بالحطاب؟ ها؟ هيك يحطب الليل وهاي. هو العمل نهارا، ماكو حطاب ليلا. ايه. بس احنا بما انه عندنا سفره ليليه ومعودين عليها شبابنا ان شاء الله يشوفونها، فلازم نلم حطب. فهي شغله الحطب. ايش راح تسوي لنا اليوم؟ اليوم عندنا سفرة بسيطة هي، بس شنو؟ على هذا يعني اليوم شهر رمضان. رمضان ان شاء الله الله يجعله خير. احنا طبعا اكلنا، بس اكلنا شيء قليل يعني ما تقدر تفطر. اكيد. ايه فان شاء الله هسه راح نضربها يعني. ابو عباس هو هنا موجود، هو حضرنا ترتيبات. ايه ابو عباس الله يساعدك قواك الله. روح لك. شلون اخوي شنو تلم حطب؟ طبعا رمضان كريم عليكم ومبارك عليكم ان شاء الله. واليوم هاي تحتومه نسوي دباك ابو البيض رقم لا تكسرون. راح نسوي بيض وسياح ان شاء الله تعجبكم. طبعا جينا بس نتسلى ونقضي وقت، وبيض وسياح احنا من عشاقه من محبينه نحب هذا الشيء، فنتسلى بيه بالليل. نسولف لكم شويه، نسولف نهرم لنا شويه تعرفون. وهذا عباس ابن خالته. الله يسلمك الله يحفظك ابو عباس. ابو نصر ابو نصر الذهب يوسف حبيب ابو زهراء الله يحفظك ابو نصر. وهاي انا وابو احمد متعودين على الضيم، لازم الليم ونحط ابو عباس يبوع علينا. في شاشه غير وحده؟ اي والله بحقك بحقك. لم ياتي شويه نقدر بي. هو والله سبحانه وتعالى ما بنا الفيديو قبل يوم واحد، هم سبع ليالي. بعيدا عن المشاوي ابو احمد جايبك انت. لا بيابس. ما يحتاج انه دوس برجلك، دوس برجلك. هاي اجواء رمضانيه وبالليل، واحنا نحب الهدوء، وان شاء الله راح ناخذكم رمضان بدايته ان شاء الله. بدايته صعب شويه الصيام. طالع شوي لحقت عليه اخر الانفاس جت تطفى. ها الظروف هذا يا صايم صايم رمضان شهر الطاعه والغفران. قبل بشهر رمضان يتذكرها ابو احمد كنا نروح شو نسوي كنا صغار. لا مو بويل الاولي يعني شنو معناته يسطر الرطب؟ لا عافيه. لا هذا مال لا يرقصونك ابو يوسف. هذا ابو الوحد هسه لا ياكو بي يرقصون مزيقه وياهم. ماكو بي لا انسان يريد اجر. نعم اي موجودين ان شاء الله للاجر، وتحياتنا لهم الله يحفظهم ان شاء الله. يابا الاجر ابو طويله. الاجر ولا ابو طويله؟ ها الاجر.
والله كأنك ابو طبويله كأنك ابو دبويله مو طبويله. هسه شنو؟ هاي خليه من تفضل. انت عليك لو علي؟ علي اليوم انا سيد. احنا مجهزين اي وهاي على مود ترتيبات. انت قضيت النفط مو؟ ايه ايه قضيت النفط. هاي الخاشوقه وهاي مطبق بسمت ان شاء الله. عندنا هم سفره ان شاء الله نطلع بيها. طبعا هاك ابو احمد خليه خليه. رمضان هسه لا عطش ولا جوع لان الجو بارد. فراش وقع لحوم لحوم هاي وصلك من عندنا. اقعد يا صايم اذكر الدايم. سبحان الله عز وجل. صيلية وين؟ ماكو. اه لا شلون؟ بس الطاولة. كفو كفو بوي بوي خليه يبني بوي؟ لا ما يفوت كيف يصير بحر؟ اكو سكينة بحر شايف على النار الهادئة هيك مثل هاي النار؟ الله يصير لوز احنا نتعلم التحمى شوية من ذاك اليوم سويناها طبق لو جايبين وياكم حتى الفوق كسب ليش تقلبه؟ قال قلبه استويت مو ابو احمد؟ ابو نصر؟ استويت؟ لا شوي دقيقة. ستين بس. هاي ستين. زين. خلاص ما تبدا خليه خليه. ما لازم شوفه مو نظفناه. تقلبها مو؟ شو رايك خليه؟ خليه بالطاولة تعال. أولا. على ما أنا. جيب الطاولة يمه. هاي اعطيها تروح احط له بيها مي. شو تسوي؟ قبل هاي عمود بيد بالماء. لا لا ما مشر فوقه فوقه. ثانية بس خليه. ليش نخلي؟ خلي بيها مي شوي. خليها عدل خليها عدل. اخذ بيها هي. يجيبها جوي. خليها عدل. خلي شوي شوي. هذا ايش يصير؟ ايه كسب من جوا. اي أيوة. والله خففه شوي بمي. ها؟ خففه شوي بمي صار ثقيل والله. وخط طبيبك بالله ابو عباس. قيس خط طبيبك. القبر بالجنطه؟ يا قبر. مال طوري؟ يبي جنطه كلها. بنس 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 اه خذيه ساكن جيبه من خالد بنس 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 مكان واحد وهو العيد ايش غلط هيك؟ يري ما تبي وهذا شاينا العجيب الغريب. الله الله الله. هاي شوف هاي الاصل دير بطن على دير. لا 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 دير بنص والله مصر دير هنا بنص شويه خلنا نساوي بيها الزر بياخذها خذها بالله جيبك النار على النار
هنا هنا وياكم مكان ظروف امسح هاي كاف كاف ايش تصير كبر هاي لا ما صرت شنو زين هلا سد الظروف عمي ساعات خفيفه كذا شوف خبز ساعات ثلاث وين وحده ثلاثه هاي اربعه وهاي واحده كلش كاف بس يعني صدق فشي بس والله عمي ذاك اليوم مقدارك صغيره سويت ايش سويت وجال لا عفوا عفوا بارده بارده عفوا قباله سوي لك اثنين دنات والله بس هو يضغط الواحد هو ما بدهم اللي يلعب لكم طابه هو عليهم بالعكس انا ارتاح له يا احمد احنا للزياره وزرنا وندعينا لكم ابو احمد ابو احمد انت ابو عباس احنا للزياره ورحنا وندعينا لكم الله يسلمك رحم الله اخذنا ابو زهراء يوسف ابو زينب ابو زينب ابو كاظم ابو زينب ابو كاظم وعلاء كل ساعه قلنا بزهراء هاي مره ما فوت لك ابو زينب ابو زينب تدري ليش تعلم على واحد 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 اول ما افترت ينصبون على اليمن بالروحه ينصبون على على حسين حسين وش انعقد بس ما انغث يعني الحمد لله شي بدايه الروح ما ضاج مو ضاج ما ضاج وصلنا على اليمن نوبه شلبنا لا احنا ما ثقل نعرف يعني شلبنا النوبه ويا استاذ يوسف ابو زينب عليه من عليك هون بعد نقاحه ولا مو زين ها وزهراء وزهراء ابو زهراء ودي اسمع قح بالي ما قلت بعد نقاحه ودي وشيلونه بعد نقاحه وشيلونه اي ورحنا اكلنا وما ادري شنو نوبه ترى على احمد اخر شيء على غنته بيجي كفاف راح نجي للبيقة للبيقة اكو واحد يسمي بيقة ابن خلنا ثاني يا وين ابني بويض بويض بيض النار شوية قوية يعني تسوي شغلة استثنائية الله هو انت سوي اكل وما جوع